الواجب على الإنسان العاقل أن يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه جل وعلا، حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر ويوصلان العبد إلى النهاية. الإنسان العاقل يا أخواني يحتسب أيامه ولا يريه بماذا أمضاه، هل هو بطاعة الله، هل هو بمعصية الله؟ إن كان بطاعة الله فليحمد الله على ذلك وليستمر عليه وليسأله الثبات إلى الموت. فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. لأن من ابتلي بالمعاصي في حال صحته وعنفوان شبابه ربما يستمر على هذه المعاصي، فإذا جاء وقت الحاجة إلى الطاعة إذا هو مفلس صفر اليدين لا يتمكن من الشهادة عند الموت، نسأل الله العافية. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجع لله؟ كلما أحسست بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة؟ حاسب نفسك، فالعاقل وصاحب القلب المنيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه. فأحث نفسي وإياكم بعبادة الله بنفع الخلق بإعطاء النفس شيئا من المتعة على وجه مباح، وهكذا فمن أضاع وقته ضاع عليه عمره وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمروا أوقاتهم بطاعة ربهم، وأن يثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم.